مرض السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. صباح الخير للناس اللي الدنيا عندهم صبح، ومساء الخير للناس اللي الدنيا عندهم ليل. فيديو النهاردة مش موضوع جديد، إنما هو موضوع اتكلمنا فيه قبل كده بس يعتبر مهم شوية، وهو موضوع عدوى الكلاميديا اللي هي بتعمل مرض جنسي مشهور وهو السيلان هي والنيسيري. الكلاميديا ديت مهمة ليه؟ لأنها أشهر سبب للأمراض الجنسية الانتقالية، تيجي بعديها النيسيريا جونورية، والاتنين بيعملوا مع بعض السيلان، والاتنين بيبقوا موجودين مع بعض في معظم حالات السيلان. الكلاميديا ديت فيها ميزات كتيرة، فيها ميزات حلوة أو بالنسبة لنا، يعني ده الخبر الجيد. إنما الجانب السيء فيها إنها ممكن تعمل مشاكل. ليه؟ لأن معظم الحالات ما بيكونش فيها أعراض، وبالتالي ممكن تتضاعف، تحصل مضاعفات من غير ما الواحد ياخد باله، بالإضافة طبعا أنه ممكن ينقل العدوى لغيره، وخاصة إلى زوجته أو شريكة حياته بدون ما يدري، بدون ما يعرف. المشاكل اللي بتعملها الكلاميديا كبيرة، ولو أن حجمها هي صغير، هي حجمها فعلا صغير، لأنها بتقع ما بين الفيروسات وما بين البكتيريا، وتشابه الفيروسات في ايه؟ في انها ما تعرفش تعيش الا داخل الخلية obligatory intracellular. بتعمل مشاكل كتير، عشان كده بالرغم ان فيها مزايا هنقولها، فيها مشاكل كتيرة بتحصل. اهم هذه المشاكل العادية بقى واللي احنا نعرفها، اللي هي وجع وحرقان البول، ألم وحكة في منطقة خروج البول، إفرازات. ودي المشاكل المشتركة ما بين الراجل والست، يعني ممكن تحصل في الراجل وتحصل في الست، وليها مضاعفات، بس الحمد لله مضاعفاتها في الراجل، يعني الراجل يحمد ربنا، مش مهمة قوي أو أقل بكتير من الست. الست ممكن تعمل لها مرض مزمن اسمه مرض التهاب الحوض المزمن، Chronic Inflammatory Disease. ده يعني التهاب في منطقة ما حول المبايض وما حول الرحم، وبتسبب ألم مستمر مزعج للسيد. والمضاعفات أخطر منها بقى، أنها ممكن تخلي الست ما تعرفش تحمل، أو ممكن تؤدي إلى العقم تماما، أو تؤدي إلى الحمل خارج الرحم. طب إيه الحلو فيها أو إيه الخبر الجيد؟ طبعا ما فيش حاجة حلوة في الأمراض، الا ان احنا لكن احنا بنحمد ربنا على جميع الاحوال. الجانب المشرق فيها هي انها سهله التشخيص، سهله العلاج، والوقايه منها ما فيش اسهل منها. فخلينا نشوف بقيه الفيديو بالصور، تابعوا معايا الفيديو. كلاميديا، ايه هي الكلاميديا؟ الكلاميديا هي بكتيريا، وتسبب، وهي السبب أو الأشهر سبب في مرض السيلان، يعني من أشهر أسباب الأمراض الجنسية الانتقالية في العالم هو الكلاميديا. ومعظم الحالات ما بيكونش عندها أي أعراض، لكن الخبر الجيد في الموضوع إن هي سهلة التشخيص، واحد، سهلة العلاج، اتنين، سهلة جدا الوقاية منها. طب لما هي سهل كده، امال ايه اللي يخليني اقلق واهتم بموضوع الكلاميديا؟ هناك خمس مشاكل بتسببها الكلاميديا لو انت اهملتها، عشان كده لازم تهتم بالموضوع ده وتفهمه جيد جدا. مرض الكلاميديا ممكن يسبب الاتي: اعراض زي حرقان البول، افرازات، ماشي، ده كده عند الرجالة. وعند الستات، عند الستات ممكن يعمل مرض يخلي الست ما تعرفش تحمل، ومرض اسمه inflammatory pelvic syndrome، ويعمل وجع في البطن. واللي عنده كلاميديا بيبقى سهل جدا انه يتعدي بمرض ال HIV، ودي الحالة ديت برضو مشابهة للي عنده نيسيريا جونوريا.
ونيسيريا جونوريا وكلاميديا الاثنين مع بعض بيبقوا موجودين في حالات السالة. السؤال ازاي انت ممكن تجيلك الكلاميديا؟ الكلاميديا اساسا بتتنقل عن طريق الممارسة الجنسية باي طريقة، يا اما ممارسة جنسية طبيعية فاجينا المهبلية او الممارسة الفموية او الممارسة الشاذة الشرجية، كلهم ممكن يصيبوا الشخص بالكلاميديا. طيب انا قلت ان الوقاية من مرض الكلاميديا شيء سهل جدا، ازاي تتم الوقاية؟ الوقاية التامة المطلقة مفيش طريقة غير الامتناع عن الجنس او يعني القناعة بممارسة الجنس مع شخص واحد وهو الزوجة، لكن اذا كنت مضطر لممارسة الجنس فعندك استخدام الكبوت، وده بيعمل وقاية بنسبة عالية جدا جدا لو استخدمته بطريقة صح. طيب لو انت بقى نشط جنسيا ومش عارف تمسك نفسك وفي نفس الوقت مسألة الكبوت ديت او الكوندوم دي مش متأكد منها، تعمل ايه؟ مفيش عندك حل غير ان انت دايما تعمل الاختبار اول باول، وزي ما قلنا في البداية الاختبار سهل جدا جدا وفي طرق كتيرة للاختبار. العينة المطلوبة هي يا اما تحليل بول كامل، عينة بول، يا اما مسحة سواب بتتاخد من القضيب بالنسبة للرجل ومن المهبل بالنسبة للست. وبرضو في امكانية ان انت تعمل تحليل في البيت رابيد تيست زي ما بيتعمل كده زي اختبار الحمل، بس ده مش متاح في البلاد العربية انك تشتريه من صيدلية او كده، انما في الغالب بتشتريه اونلاين. شكرا لمشاهدة الفيديو وما تنسوش الاعجاب بيه والاشتراك وايضا تفعيل الاختيارات بالتشيك على الجرس حتى تأتيكم الفيديوهات اول باول.